ما هي حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة اللي هو المكتوب كتابهم؟ وهل الصواب كتاب الكتاب لمدة طويلة قد تكون سنوات قبل الزواج، أم أنه يظل خطبها فقط ولا يكتب الكتاب إلا قبل الزواج بأسبوع مثلا؟ أنا رأيي خير البر عاجله، طالما إن في هناك قرار بالارتباط يبقى خير البر عاجله ولا داعي للتأخير. يعني يوم ما تتعرف على البنت لغاية لما تدخل بها يبقى أسابيع وتخلص. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تعرف هذه الفتاة إلا بعد الدخول بها، ولن تستطيع أن تعرفك إلا بعد أن تدخل بها. فكل الفترة السابقة في الخطبة والعقد فترة ضائعة لا جدوى منها، ما يقوله حتى يتعرف كل طرف على الثاني لا، هو هيروح ساعتين مثلا كل أسبوع، الساعتين دول هي هتعمل أحسن حاجة، فلا يرى منها إلا أجمل منظر ولا يسمع منها إلا أطيب صوت. وهي أيضا هتشوفه لمدة ساعتين، فالأمر سيكون متبادلا. فأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم من تهيأ لهذا الأمر ويسر الله تعالى له أسبابه فليستعن بالله عز وجل وليمضي ولا يتأخرن، وهو بقى نصيبه بقى.